يتكون اللسان من مجموعة من العضلات التي تتحرك باتجاهات مختلفة، وتقوم هذه العضلات بمساعدته على القيام بوظائفه المتنوعة من مضغ الطعام وإصدار الأصوات والتحدث وغيرها من الأمور. ومن الجدير بالذكر أن اللسان يعمل حتى خلال فترة النوم، حيث يقوم بدفع اللعاب للخلف ليتم ابتلاعه بدلا من خروجه من الفم، ويقوم غشاء مكون من طبقة رقيقة من الأنسجة ويدعى بلجام اللسان بربط قاعدة اللسان السفلية بقاع الفم بثبات وإحكام، وهذا التثبيت يمنع عملية بلع اللسان. ويعتبر اللسان مقياسا جيدا لصحة الجسم، حيث يظهر اللسان في الوضع الطبيعي والصحي باللون الزهري. ما يحدث في الواقع عند من يبتلع لسانه هو أن عضلة اللسان ترتخي فيرتد إلى الخلف نحو الحلق، ما يسبب إغلاق مجرى التنفس، وهذا أمر لا يحدث في الوضع الطبيعي للإنسان، ولكنه قد ينتج عن إصابات معينة تؤدي لفقدان الوعي، مثل التعرض لإصابة بالدماغ أثناء اللعب، كالسقوط على الأرض أو الاصطدام بالعارضة أو لاعب آخر، أو الإصابة بمشاكل في عضلة القلب كالرجفان أو النوبة القلبية. قد يؤدي اختلال مستوى الأملاح والسكر في الدم إلى حدوث تشنجات لدى الرياضي وفقدانه للوعي، مما قد يقود إلى ابتلاع اللسان. اركع خلف رأس المصاب وقم بتثبيت ودعم رأس المصاب مع محاذاة الرأس والرقبة والعمود الفقري. ضع يديك على جانبي الوجه مع وضع أطراف أصابعك على زاوية الفك السفلي. ارفع الفك برفق لفتح مجرى التنفس، واحرص جيدا على عدم إمالة الرقبة، إذ إن حركة الفك تقوم بتحريك اللسان إلى الأمام في الفم، مما يفتح مجرى التنفس. التعامل مع حالات انسداد مجرى التنفس أو ما يعرف ببلع اللسان. المصاب ببلع اللسان يكون عادة فاقداً للوعي، مما يجعل عضلة اللسان مرتخية، مسبباً بذلك انسداد مجرى التنفس. الخطوة الأولى: نرفع الرأس ونميل. تعتبر الخطوة الأساسية في مساعدة المصاب فاقد الوعي والذي لا يعاني من أي جروح أخرى، ويمكن القيام بذلك عن طريق: أولاً، يضع المسعف يده مقدمة الرأس الجبهة، يدفعه للخلف بحيث يميل الرأس للخلف. قم برفع الفك السفلي باليد الأخرى مع الضغط على منطقة الذقن للأمام. تنبيه: لا تستخدم هذه الطريقة إذا كان الشخص يعاني من أي إصابات أخرى مثل إصابات العمود الفقري، علماً بأن تحريك الرأس للخلف يضر العمود الفقري.